نستكمل في الجزء الثاني النهارده في البول توتوريال. هنأد ويب يوزر كنترول، نيجي على البروجكت أد ويب يوزر كنترول بيبقى دوت اي اس سي اكس. هنأد اتش تي ام ال تيبل، دراج ودروب، ليبل فيها البول نيم، ليبل بتطلع وتقول له ان هنا في حالة ان هو الماك ادرس بتاعه موجود عندي في الداتابيز فبعمل فيزيبيليتي للتيبل ده فولس، وبتظهر له الليبل ده ان هو فيها رسالة ان هو صوت قبل كده. راديو بوتون ليست وده بوتون. طب ازاي بيخلي الفيزيبيليتي بتاعت التيبل ده بفولس بداخل الكود؟ يعني احنا لو هنشوف شكل السورس كود، الديفيجن اي دي ايكوال ستايل، جينا هنا شارب ستايل ستايل 1 الدايركشن رايت تو ليفت، فكله جه الناحية دي. كل الجزء بقى اللي تحت ال division ID بتاعه كذا لغاية هنا كده اهو، هيكون ايه؟ هيكون ال visibility او ال direction بتاعه right to left. في جزء تاني برضو run at server، وهنا division run at server ال ID pull result. يعني ايه الجزء ده؟ يعني انا هنا في الكود لما اجي استخدم البول ريزلت ده واجي استخدم البول تيبل الاقي الاي دي ظاهر هنا، لان باي ديفولت بالاي دي مش هيظهر. لما بقدر ران اد سيرفر بيظهر عندي جوه الكود سواء بول تيبل او بول ريزلت. فاحنا المفروض ان هو لما بيضغط على البوت بوتون بيجيت الماك ادرس وبيكون عنده في الداتابيز وبيبدا يتشيك هل انت صوتت قبل كده. لو صوتت يبقى اظهر الرساله دي والفيزيبيليتي بتاعت التيبل فولس، لو لا اعمل انسيرت للفوت وجيت الثم عشان ايه تطلع الريزلت. انا بستخدم البول ريزلت هنا ان انا بقاد تحتيها بقت تحتيها دايناميك داتا دايناميك تاج، بقت تحت البول ريزلت دايناميك تاج. يعني انا كده بس مجرد اديت تعريفه بسيطه، هنخش بقى دلوقتي ان ديتيل في الموضوع ونشوف شكل البول النهائي هيبقى عامل ازاي. ادي ويب فورم، عملنا ريجستر للكنترول بتاعنا، تاج بريفكس تاج نيم، السورس بتاعه اسمه بولد كنترول. بتبدأ تعمل اد للكنترول في البيج اللي هي ويب فورم، نيجي هنا نقول بيلد سولوشن، فيو ان براوزر، ده الشكل النهائي. يبقى هو ما هنا بيريتريف البيانات، لو قلنا جيد وفوت يبقى هو ايه اظهر النسبة. سوري you voted before، ده الشكل النهائي. ازاي حصل كده وازاي عملنا ريتريف للبيانات؟ نخش ان ديتيل بقى. احنا قلنا الفورم بتتكون من ايه، او الكنترول اللي احنا عملناه بيتكون من ايه. نشوف السورس كود او الكود بتاعه. هنا بيتشيك فور ماك ادرس، الميثود دي يعني بيتشيك ازاي فور ماك ادرس، بيروح للميثود تشيك فور ماك ادرس
افتح اولي داتا كونكشن وروح للتيبل اللي اسمه اي بي ادرس ويربول اي دي ايكوال 5 5 8. انا هنا مش حاططها ما بين سنجل كوتيشن ليه؟ عشان هي انتجر، انا مش حاططها ما بين 2 سنجل كوتيشن. الداتا سيت بنحط فيها التيبل، الداتا ادابتر اللي هو بيبدأ يظبط ال variable سواء هناك هي في database text موجودة في database ال variable as a text، وأنا هنا string، فهو بيبدأ يعمل adapt ما بين ال variables وبعضها أو ما بين ال data type. يعني بيبدأ يفيل ال data set ال table رقم 0 لو ال row count لا يساوي 0 not equal 0 for loop، وابدأ يعمل increment وتشيك. هنا ال ID بقى، ال ID ده الرو والزيرو دي اللي هي الكولوم، ال I اللي هي الرو، فهنا ال I متغيرة والكولوم ثابت لأن هو الكولوم اسمه IP address، هو ده اللي فيه ال IP address اللي المفروض عملتله insert لما هو عمل vote في المرة الأخيرة. هل بيساوي get MAC address؟ برضه get MAC address دي بيجيت الماك ادرس، بيعمل ليست او اري اوف نتورك انترفيس، وبيبدا يجيت النتورك انترفيس ويجيت الفيزيكال ادرس. لو ترو او هو اول فيزيكال ادرس، انت بتجيت اول فيزيكال ادرس وبتقول بريك وبيريترن الماك ادرس. فهو هنا لما عمل ريتيرن للماك ادرس جيت الماك ادرس، ففوت بيفور دي بوليان قال ان هي بتساوي ترو واعمل بريك. جاء الجزء الاولاني البيج از بوست باك، لو عمل تشيك فور اسامبشن تشيك فور ماك ادرس والفوت بيفور بيساوي ترو. لما البيج از بوست باك برضك تعمل فوت بيفور بفولس، لو هي قبلها قبل كده بفولس او هي بترو خليها بفولس، لان هي انت كده غيرتها هنا، يعني احنا غيرنا الفوت بيفور بيساوي ترو. فلو عايزين يعني كانت على سبيل اللي احنا كنا بنجرب البرنامج، كنا بنجرب الويب بيج، فكنا بنعمل لود اكتر من مره في البيج، فكانت مشكله في ان هي بتفضل على طول بترو، البيج بتفضل على طول بترو. يعني ايه؟ طب انا قلنا الشيك ماي ادرس هنا وشيلنا الفوت بيفور دي بتساوي ايكوال فولس، وجينا على التيبل مسحنا الماك ادرس، وجينا هنا اهو ضغطنا انتر. ما رأيك هنعمل ريفريش؟ تمام. يعني هي مهمة لو احنا كنا بس بنعمل تيست في ال بنعمل تيست في الويب بيج. ولكن انا عايز اقول حاجة، انا هنا عامل على اختيارين، ممكن بعد كده اختار اكتر من اختيار. فدلوقتي تشيك فور ماك ادرس خلاص، البيج از بوكس بس جيت البول باي اي دي، الجيت بول باي اي دي ببساطة جدا انا بقول ان هو بيجيت البول باي اي دي ازاي، ان هو بيروح للتيبل اللي اسمه بول ديتيل ويبدأ يشوف البول اي دي ايكوال الرقم الفلاني، بيبدأ برضو يعمل داتا سيت ويبدأ يقطع. هو ده التقطيع اللي انا بقول عليه على اساس الفورورد سلاش،
الكولوم رقم 3 اللي هو ال choices name، الكولوم رقم 3 0 1 2 3، وهنا 2 ده اللي هو الكولوم نمبر او التشويز نمبر. فبيبدأ يبعت للفير راديو بوتون ايتم العدد النمبر والتشويز نيم اللي هي متقطعه في اري ليست او اري اوف سترينج. بيبدأ يقفل الراديو بوتون ليست ازاي بقى؟ راديو بوتون ليست ايتم دوت ات دي عشان يبقى في مساحة ما بين الراديو بوتون والتكست، واعمل اد عمال هو اللي انكريمنت، وفي كل مرة بانكريمنت والماكسيمم فاليو بتاعته النمبر اللي انا بعته. ال ال يعني انا بقول برضو ان احنا كده خلاص نعتبر عملنا فيل الراديو بوتون ليست. بيجي اليوزر يضغط فوت، هو ان هو ضغط فوت لو شفت لقيت فوت بيفور اللي هي مفروض بوليان، وان انا عملتها هنا فوت بيفور لو لقيتها بترو هي باي ديفولت فولس، هي المفروض اول حاجه فولس. لو الفوت بيفور بيساوي ترو او بيساوي ترو اظهر الليبل دي وخلي الفيزيبيليتي. احنا قلنا البول تيبل هنا ليه الاي دي بتاعها ظاهر؟ لان هنا ران ات سيرفر، انا قايل له التيبل ران ات سيرفر ران ات سيرفر. لو مش ران ات سيرفر مش هي ايه مش هيظهر هنا الاي دي بتاعه. إلس انسرت الفوت وبعد كده جيت الصم، انسرت الفوت بالطريقه العاديه اللي احنا اتعودنا عليها، الاندكس راديو بوتون ليست سيلكتد اندكس. بس قبل ما بتعمل كده بتنسرت الماك ادرس، هو بقى هنا لحظه الانسرت بقى بتاعت الماك ادرس، ان هو طالما ما صوتش قبل كده بتنسرت الماك ادرس بتاعه وجيت الماك ادرس. لو نلاحظ هنا عشان هو سنجل كوتيشن عشان ده سترينج وده عشان انتجر، عشان هو انتجر ف there are no single quotations. execute non query بعد كده بيسويتش الاندكس بتاع راديو بوتون ليست اللي هو 0 insert الطريقه اللي احنا قلنا عليها، هت insert 1 والباقي 0، الاختيار التاني يبقى 1 و0. الميثود اللي بعديها بتجيت الصم، اتكيت الصم بالطريقه اللي انا قلت عليها صم اوف كولوم 1 وصم اوف كولوم 2. انا هنا عامل تيست على اتنين كولوم، هو السامشن بيرجع لي فاليو واحده بس، عشان كده انا برضو هنا برضو بقول الشويز فاليو دي اري اوف سترينج. الانتري رقم واحد او الاندكس الاولاني هو زيرو، هنا رو زيرو كولوم زيرو كولوم زيرو. انا بقول حاجه برضو ان الداتا سيت دوت تيبل انا كده مش بتكلم على التيبل اللي في داتابيز، انت هنا بتتكلم على التيبل اللي انت عملت له ريتريف. انت قلت سيلكت تيبل معين بمواصفات معينه، الكولوم الاولاني كذا والكولوم الثاني كذا، وحطه لي في الداتا سيت. فهنا زيرو دي لان هو الكولوم الاولاني اسمه سي 1، واحد لان الكولوم التاني اسمه سي 2. ما جيش اقول له هات لي مجموع الكولوم رقم 2، لان هو ما فيش هنا، انت مش عامل سيلكت للكولوم رقم 2. هو في الداتابيز بس انت الريتريف بتاعك والتيبل اللي هو حاطه لك في الداتابيز كانت مواصفاته هي دي، ان هو بيتكون من 2 كولوم، كل كولوم فيه رو واحد، رو واحد ادي زيرو رو واحد. البرسنتج بتجيت المجموع بتاعهم، يعني هو هنا مفيش اتنين اصلا، يعني مفيش اتنين.
مجموع بتاعهم، وبتبدأ تقسم كل واحد على الشوية بيرسنتج ده الري اوف دبل، بتبدأ تقسم القيمة على القيمة المجموع، القيمة على المجموع في 100% عشان تيجي البرسنتج بتاعته ده الجيت الصم. الجزء الثالث بقى اللي انا عايز اتكلم فيه دي برضو مثل بتجيت الاي بي بالطريقة اللي بقول عليها، ان هو بيسند ريكوست الجيت ميثود ويجيت ويبدأ يقطع، ولكن هي مش كويسة لان انت يعني لسه هتستنى ريسبونس. ممكن نستخدم النات يو بي ان بي دي ال ال، هتبقى مفيدة اكتر يعني، لان كل الفكرة ان بجيت يونيك اي دي. في ناس بتستخدم الفيسبوك اي بي اي جراف ويجيت الاي دي فيسبوك اي دي، ناس بتستخدم الاي بي ادرس النتورك انترفيس او اللي هو الفيزيكال ادرس الماك ادرس واتيفر انت هتستخدم ايه، بس يبقى يونيك ايدنتيفاير، لابد ان هو يبقى يونيك ايدنتيفاير او سيت اوف يونيك ايدنتيفايرز. الاوبريشن سيستم فيرجن بتاعه كذا يعني يونيك اي دي، يبقى اهم حاجه ان هو يبقى يونيك ايدنتيفاير. وبعدين اليوزر ضغط على البوتن، عمل انسيرت وعمل جيت للصم، المسج اللي بتظهر في بقى جزئين. الجزء الاولاني ازاي اد دايناميك اتش تي ام ال تاج، وازاي اد دايناميك سكريبت. لو جينا هنا وقلنا جو البروجرس، دي الجي كويري دي اللي احنا هنستخدمها. دي الجي كويري دي اللي احنا هنستخدمها. انا عايز اشوف بس شكلها. So. جول بروجريس نت بطيء، في تحميل نت بطيء، فبقت دايناميك اتش تي ام ال تاج عن طريق البول ريزلت ده الديفيجن اللي انا قلت عليه، ده الديفيجن بقت تحته في السكوب بتاعه. الدايناميك تاجز هي الدايناميك تاج دي ايه اللي انا هعمل لها اد، يعني التاج دي هي دي التاج اللي انا اللي هي بتبدا تعمل لي اد للبروجريس بار. ده التاج الاولاني الكلاس ايكوال كذا والاي دي ايكوال كذا، الاي دي ببدا اخده واديه للجي كويري فانكشن ويبدا هو يظهر جواه البروجريس بار. انا مش عارف بسرعة كده مش هينفع. ادي جي كويري انيميتد بروجريس بار، لو شفنا شكل الديمو داونلود هنعمل لها داونلود. الميزة ان هي انيميتد ان احنا نزلنا عملنا داونلود الفايل اللي اسمه اندكس، عملنا له دراج ودروب هنا عشان نشوف بيتكون من ايه. هو هنا بيستخدم الجي كويري فيرجن 1.8 والجول بروجريس سي اس اس ستايل والجول بروجريس جافا سكريبت، ودي الفانكشن اللي بقول عليها
هي مشكلة الفانكشن دي اللي هي ستاتيك، يعني التوتال اماونت ده الجول اماونت ده الماكسيمم، كارت اماونت دي الموت اللي موجودة، والتكست بفور والتكست افتر اللي بيظهر قبل وبعد ال الاماونت. يعني هنا هيظهر كلمة ريزد 20%، او 20% ريست. فانا بقول ان ان في بعض الاحيان الماستر بيج بيبقى فيها جي كويري فيرجن. انا عملت لود للماستر بيج وبستخدم جي كويري فيرجن 1.10 مثلا، ويجي تاني في الكنترول هنا يجي يحمل جي كويري تاني 1.8، فبيحصل كونفليكت. فهو 1 فيرجن اوف جي كويري بستخدمه في السايت، لما باجي استخدم ميني جي كويري فيرجن بيحصل كونفليكت. فلو انا بستخدم في الماستر بيج فيرجن من جي كويري، يبقى انا ملوش لازم ان استخدمه هنا تاني، لان هو موجود خلاص الفيرجن 1.10 خلاص. يبقى ده جزء مهم برضه عشان ما يحصلش كونفليكت. طب انا دلوقتي عايز اد دايناميك السكريبت ده عشان اديله الجول اماونت ماشي 100، الكرنت اماونت دي النسبه اللي انا حسبتها لما قسمت عدد الاصوات على المجموع، والمسج اللي هتظهر عدد الاصوات كذا، التاج اللي بيعمل الموضوع ده هو التاج ده للاي دي بتاعه كذا، يبدا ياخد الاي دي شارب يعني معناها اي دي ايكوال سيمبل جول، ويبدا يظهر البتاع. فانا عايز اد دايناميك سكريبت ودايناميك تاج. فهنا جينا جل الدايناميك سكريبت، انا بقول الدايناميك سكريبت الدايناميك تاج بيتقاد بالطريقه دي اللي انا عملت الديفيجن ران ات سيرفر، وقلت البول ريزلت دول انر اتش تي ام ال، والانر اتش تي ام ال بتاعه عملت اد التاج. الكلاس دي سيمبل جول لان في السي اس اس ستايل جول بروجريس، في السي اس اس ستايل ستايل للكلاس ده الويتس وكده. هنشوف برضه. طب اد دايناميك سكريبت ازاي؟ ان انت بتقول سكريبت وبتقول له سكريبت مانجر ريجستري ستارت اب ريجستري ذيس دوت بيج جيت تايب كنترول الكي نيم كي فاليو اللي هي الميثود او السكريبت انت عايز تعمل. لو عايز احط دبل كوتيشن جوه دبل كوتيشن، يعني ازاي احط دبل كوتيشن جوه دبل كوتيشن؟ ما ينفعش اتنين دبل كوتيشن جوه بعض. فانا بعمل ايه لما احط اتنين دبل كوتيشن جوه بعض؟ دي دبل كوتيشن اهو، بحط قبلها فورورد او باك سلاش. يعني دي كده معناها ايه؟ يعني دي كده معناها فورورد او باك سلاش وباك سلاش، دي كده معناها كده. وبعد كده بعد السترينج بتاعي جوه هنا، يبقى دي كده الجزء فورورد باك سلاش والدبل كوتيشن تعني دبل كوتيشن بس. الاي دي سيمبل جول، الجول بروجريس، الجول اماونت 100% اللي هو الماكسيمم فاليو، كرنت اماونت شوز برسنتج دي النسبه، تكست بفور مسج 1، والتكست افتر اللي هي البرسنتج. المسج 1 او التكست بفور عدد الاصوات كذا، النسبه هيظهرها اللي هي هتبقى 20 او اعتبر بقى حسب اللي هو choice percentage، وفي المية في الاخر text after في المية. لو هنشوف الجول بروجريس احنا عدفنا لها تعديل بسيط، انا مش هي دي اللي موجودة، احنا عدفنا لها تعديل بسيط بحيث ان يبقى الدايركشن بتاعها right to left، او عفوا الدايركشن بتاعها right to left. ليه بقى؟ ليه الدايركشن هتلاقيها بتاعها right to left؟ لان هنا الستايل 1 دايركشن بتاعه رايت تو ليفت، فكل اللي تحتيه رايت تو ليفت، كل اللي في سكوب السكوب بتاعه. احنا قلنا بس بدل ما التكست يبقى جوه عليها،
هنا التكست موجود عليها او الديفيجن موجود جوه البروج، لا احنا مش عايزينه جوه، احنا خليناها في ديفيجن تاني لوحده. ده الديفيجن بتاع البروجريس بار، وده الديفيجن بتاع الجول بروجريس. بعد ما قفل الديفيجن هنا فتحنا ديفيجن تاني فيه الكلام اللي هو التكست بفور والتكست افتر، ديفيجن تاني. خلاص ده الجزء اللي انا عايز اتكلم فيه. السي اس اس ستايل هنشوف شكله، خلينا بقى نشوفه جوه السايت. هنروح على الداتابيز، نخش في التيبل، التيبل فاضي، البول كنترول. انا عايز، مش عايز الجيت شيك في الماك ادرس، تمام. هنعمل بيلد سولوشن، مهم بقى بيلد سولوشن قبل ايه. جيد فوت، هي انيميتد. كنت عايز اقول ان هنا لو عملنا انسبكت اليمنت وقلت الستايل اديتور وجيت على الانلاين، لا احنا مش عايزين الانلاين، عايزين اللي هو الجول بروجريس. الجول بروجريس دي الارضيه، الكلاس بتاع الارضيه، الارضيه البروجريس بار ده اللي هو الجزء الملون. يعني ايه جزء ملون؟ انا ممكن هنا اقول له خليها 10 بس، مش مشكلة. كل اماونت دي ملهاش لازمة اصلا. السيمبل جول ده بقى الكلاس اللي بقول عليه اهو، مش كان في كلاس ايكوال سيمبل جول؟ كلاس ايكوال سيمبل جول. الويتس لو ممكن الويتس مثلا يبقى 260، نقلل الويتس بتاعها شوية مفيش مشكلة. والمرجن فور ايتش بلوك، لو عملنا ريفريتش في البيج ريسنت، عملنا ريسنت نفعل طب الميثود اللي اسمها تشيك فور ماك ادرس. قلنا سيء ريسنت. هي دي بقى الحته بقى اللي بقول عليها، بقى الجزء بقى اللي انا قلت عليه. احنا كنا عمالين نعمل لود في البيج، لود في البيج، ونسينا نغير القيمه بتاعت البوت بيفور دي، نخليها فولس. البوت بيفور هي ترو، هو راح شاف ولقى ترو. ف عفوا فين الفوت بيفور؟ نخليه هنا الفوت بيفور بفولس. اللي حصل كالاتي، ان هو لقى الفوت بيفور بفولس، عمل تشيك فور ماك ادرس، لقى لا مش موجود، فراح عمل انسيرت تحت، وكل ده الفوت بيفور ايكوال لسه فولس. فلما جيت اعمل ريسند للبيتش عملت تشيك فور ماك ادرس، لقى موجود فعمل ترو للفوت بيفور، خلاها بترو. لو نشوف كده، عفوا انا نسيت اعمل بيلت. انا كده عشان نسيت اعمل بيلد، معلش. المفروض لما بعد ما عملت شيك فور ماك ادرس اقول بيلد، نشوف كده. لو عملنا ريسنت هيقول لي سوري يور فوتد بيفور. كده سيء، خلاص. يبقى كده مفيش اي طريقة ان انا اقدر
مش مهم فوت بيفور ايكوال فولس، مش مهم. يبقى المفروض الفوت بيفور ايكوال فولس في الاول باي ديفولت بيشيك فور ماك ادرس، يا اما يخليها ترو يا اما تفضل فولس. خلاص لو هو هنا مش بترو هتفضل هي بفولس، في حاجة تشيك هنا هلاقيها بفولس، هروح عامل الموضوع ده تمام. هيجي انتر تاني هيتشيك فور ماك ادرس، هيلاقيه لو عمل حتى ريلود البيج هيخليها بترو. خلاص كده ملهاش لازمة ان انا اخليها بفولس، انا بس كنت عايز بس بعمل تيست تمام. في جزئية برضو عايز اتكلم فيها، ان برضك ساعات ال CSS style يبقى جواه هنا في فولدر اسمه images، فولدر اسمه images، وهنا ال background. background URL images، ولو جوا صورة اسمها جي مثلا دوت جي بي جي. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ انا دلوقتي جوه فولدر فرعي اسمه سي اس اس، وجوه الفولدر ده السي اس اس بتاعي، والايمج ده بره خالص، فلازم اطلع الاول من الفولدر اللي اسمه سي اس اس وابدا بعد كده اقول له الادرس بتاعك ايمجز دوت جي او جي بي جي. بطلع ازاي؟ بعمل اتنين دوت، يبقى انا كده بره طلعت بره الفولدر السي اس اس. لو كان السي اس اس بره مفيش مشكلة، لكن هو عشان جوه فولدر فرعي فلازم اطلع بره الاول واقول له تمام.